بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبل أن أتكلم حول البشارات في زماننا هذا، أريد أن أبدأ مع حبيبنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كانت من سنته وهديه أنه كان يبشر الأمة في الظروف الصعبة. يعني عندما كانت الأمة سواء في مقتبل الدعوة في مكة المكرمة أو بعد تأسيس الدولة في المدينة المنورة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم في اللحظات العصيبة وفي الظروف الصعبة وفي الأزمات، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي البشارات للمؤمنين، يعطي البشارات للمؤمنين التي ترفع من معنوياتهم بعبارتنا في هذا الزمان، وتعطيهم الثقة بالله والتوكل عليه، وفي نفس الوقت هذه البشارات تصنع الأمل، بل تصنع الفعل. بمعنى أن البشارات النبوية في زمن محمد صلى الله عليه وسلم كانت تؤدي إلى صناعة الفعل. واسمحوا لي أيضا في هذه المقدمة أن أبدأ ببعض هذه البشارات في بعض الظروف الصعبة التي مرت بالأمة المسلمة في بداية الدعوة. فتعلمون في غزوة الأحزاب، عندما اجتمعت الأحزاب ضد الرسول صلى الله عليه وسلم في فصل الشتاء، وكان الطقس باردا جدا، وكان هنالك نقص في الطعام في المدينة المنورة، فأشير على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحفر الخندق، أن يحفر الخندق. وأثناء حفر الخندق تعرضت لهم صخرة كبيرة تعيق عملية الحفر، فاستنجدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، استنجدوا بالقائد صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الفأس وضرب هذه الصخرة الكبيرة، وقال، وأنقل هنا، بسم الله الله أكبر. فيقال أن هنالك ضوء خرج من هذه الضربة، وقال صلى الله عليه وسلم، أعطيت مفاتيح الشام والله، والكلام للرسول عليه الصلاة والسلام، والله إني لأبصر قصور الشام من مكاني. الله أكبر. ثم ضرب الثانية وقال، بسم الله الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس والله، والكلام للرسول عليه الصلاة والسلام، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني. ثم ضرب الثالثة وقال، بسم الله الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني. الحديث حول هذا النص بحاجة إلى محاضرة لوحدها، ولكن ألخصه وأقول على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بفتح بلاد الروم، وبشر في فتح بلاد فارس وهو في حالة ضعف، الأحزاب كلها مجتمعة عليه للقضاء على الدولة الإسلامية الناشئة في المدينة المنورة. فبشر الرسول في هذا الوضع بزوال أقوى دولتين في العالم في ذلك الزمان، وهي القوى العظمى الروم والفرس. ولعلنا لو نستعرض هذا الأمر في سورة الأحزاب في الآيات 11 و12، وتسمحوا لي أن أقرأها. يقول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يصور الحالة التي كانت عليها الأمة المسلمة في المدينة. إذ جاءوكم من فوقكم، من الذي جاء؟ الأحزاب. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، ثم يصور حال المسلمين، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. مش في زماننا هذا، هذا في زمن الصحابة
في زمن الصحابة الذين تربوا على يد محمد صلى الله عليه وسلم زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وإيش بعدين؟ وتظنون بالله الظنون. هنالك نكمل الآية، هنالك الآية 11، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام وعدهم، وعدهم بزوال ملك فارس وملك الروم. فالمنافقين ماذا قالوا؟ الآية الآية 12 تقول: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يا سبحان الله، المنافقين الذين في قلوبهم مرض، المرجفون في كل زمان ومكان. عندما نقول أن هذه الدولة الكيان الصهيوني إلى زوال، يقول والذين يقولوا ما وعدنا، هذا وعد نحن نعتمد على وعد ترامب وعلى وعد بلفور، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الآن ما موقف المؤمنين؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب، الآية 22 من سورة الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما زادهم إلا، هذا وعد الله، وعد الله، ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المثال الثاني، عندما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية ورومية، أي روما، الصحابة موقنين بما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم. سألوا الصحابة، لم يسألوا هذا كالمنافقين والمرجفين والذين في قلوبهم مرض. سألوا الرسول بثقة تامة: أيهما تفتح أولا يا رسول الله؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مدينة هرقل، أي القسطنطينية، تفتح أولا. وهذا تصديق كامل بوعد الله تبارك وتعالى، بل إيمان وتسليم مطلق. لماذا؟ لأن هذه الفئة من صحابة رسول الله، الجيل القرآني الفريد الذي وصفهم عملاق الفكر الإسلامي الشهيد سيد قطب رحمة الله عليه عندما قال هؤلاء هم الجيل القرآني الفريد، هؤلاء شهدوا بأنفسهم ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصار شعب أبي طالب 3 سنوات، مقاطعة كاملة، مقاطعة سياسية واجتماعية واقتصادية، حتى لم يجدوا الطعام والشراب، وكان أحدهم يقتات على قطعة يجدها في الخلاء لأسبوع كامل. وأيضا شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحزن الذي توفى سنده السياسي أبو طالب، ثم زوجته الفاضلة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وشهدوا أيضا ما جرى معه في الطائف من قبيلة ثقيف التي أرسلت سفهاءها ليرموا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سال الدم الشريف من قدميه، وشهدوا معه أيضا نزول سورة يوسف بعد عام الحزن التي كانت تسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا شهدوا معه معجزة الإسراء والمعراج التي كانت جائزة للرسول صلى الله عليه وسلم عندما نقله الله تبارك وتعالى في معجزة في الزمان والمكان من مكة المكرمة إلى بيت المقدس وإلى المسجد الأقصى المبارك الذي رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات الله. فكان بيت المقدس أرض الأمل والأمان، ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كان أيضا لسيدنا إبراهيم عندما أراد قومه أن يقتلوه ورموه في النار فنجاه الله، وفي قوله تعالى كما نقرأ: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. إذن عندما في هذا التصديق من صحابة رسول الله، لأنهم شهدوا مواقف صعبة، فكل ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام وينزل في القرآن الكريم هو وعد حق. المثال الثالث، ثم بعد ذلك أنتقل إلى واقعنا، المثال الثالث
وهو ضمن الإعداد المعرفي للخطة الاستراتيجية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح بيت المقدس. وهذه الخطة، وهذه أيضا بحاجة لمحاضرة لوحدها، خطة الرسول صلى الله عليه وسلم الاستراتيجية كانت تقوم على ثلاثة أعمدة: الإعداد المعرفي والإعداد السياسي والإعداد العسكري. وكان الإعداد المعرفي هو الأساس الذي بني عليه الإعداد السياسي والعسكري، ومثل هذا الإعداد المعرفي القاعدة الأساسية لمثلث أو هرم خطة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستمرت منذ بدء البعثة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 23 عاما، حتى بعد أن بدأ الإعداد السياسي والعسكري في السنة الخامسة أو السادسة لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن ضمن الإعداد المعرفي للخطة الاستراتيجية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان القائد محمد صلى الله عليه وسلم في مناسبات متعددة يبعث الأمل في نفوس الصحابة ويعطي البشارات الطيبة بفتح بيت المقدس. يعني ضمن الإعداد المعرفي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي البشارات الطيبة بأن بيت المقدس سيفتح، سواء في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة، وهم لازالوا في داخل الجزيرة العربية. فهو يتكلم عن فتح خارج حدود الجزيرة العربية، وكان الصحابة يستمعون إلى هذه البشريات. وسأذكر حقيقة مثالين فقط على هذه البشارات. المثال الأول كان في غزوة تبوك التي حدثت في السنة التاسعة لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في قبة من جلد، في أدم قبة من جلد. يقول عوف بن مالك، وهنا أروي الرواية هذه عن عوف بن مالك، يقول عوف بن مالك الأشجعي: يقول إذ مررت فسمع صوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عوف بن مالك ادخل، المكان ضيق. فقلت عوف بن مالك: فقلت يا رسول الله، أكلي أم ببعضي؟ يعني أدخل بكلي أم ببعضي؟ لأنه يعرف أنه المكان ضيق. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل بكلك. وعندما دخل في هذا المكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدد عوف ستا بين يدي الساعة. يعني من هنا إلى هل الصوت واضح؟ تمام، بارك الله فيكم. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لعوف بن مالك عندما دخل إلى يبدو في أحد يضغط، يعملني ميوت إغلاق. تمام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعوف بن مالك: أعدد ستا بين يدي الساعة، يعني من الآن إلى قيام الساعة أعدد ستا، أولهن موتي. الله أكبر. عوف يدخل على الرسول فيقول: موتي. فبكى، والرسول عليه الصلاة والسلام يهدئ من روعه، يقول: والثانية. ويبكي عوف بن مالك، قال: قل والثانية. قال: والثانية فتح بيت المقدس. كانت هذه بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك، وتبوك بالمناسبة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من هنا تبدأ الشام في الطريق للتحرير لبيت المقدس. المثال الثاني كان البشارة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لشداد بن أوس الخزرجي. وشداد بن أوس الخزرجي شهد أبوه بدرا واستشهد أبوه في أحد، ويقول عنه، عن شداد عبادة بن الصامت: شداد من الذين أوتوا العلم والحلم. هذا ما قاله شداد عبادة بن الصامت عن شداد بن أوس، شداد بن أوس رضي الله عنه. فقال
كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجود في نفسه في الساعات الأخيرة لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، كنت عند رسول الله وهو يجود بنفسه ومضايق، الرسول عليه الصلاة والسلام يجود بنفسه، فقال شداد لرسول الله، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: ما لك يا شداد، ما لك يا شداد؟ فقال ضاقت بي الدنيا يا رسول الله، يعني لمن تتركنا عندما تنتقل إلى الرفيق الأعلى، ضاقت بي الدنيا يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليك، إن الشام سيفتح وبيت المقدس سيفتح، يعني مش الشام بس، لا وجزء من الشام، لأنه بيت المقدس جزء من الشام، إن الشام سيفتح وبيت المقدس سيفتح فقط، لا في بشارة خاصة بشداد وبأولاده، قال: وتكون أنت وولدك من بعدك أئمة فيها إن شاء الله. وين يكونوا أئمة؟ يكونوا أئمة في بيت المقدس، وهذا ما حدث لشداد وأولاده من بعده. فلقد توفي شداد بن أوس رضي الله عنه وعمره 75 عاما، ودفن في مقبرة الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى، ولا زال قبره موجود هناك، وتوفي رضي الله عنه في سنة 58 للهجرة. إذن في هذه المقدمة البشارات تبعث الأمل بل تصنعه، مش فقط تبعث الأمل بشارات بل تصنع تبعث الأمل بل تصنع الأمل، وتبشر بالنصر والتمكين، وتزيد من الثقة بالله تبارك وتعالى وبتحقيق وعد الله، وتؤدي، هذه النقطة المهمة التي أريد أن أركز عليها، وتؤدي إلى صناعة الفعل. ولهذا إخواني أخواتي الأفاضل، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا درس لنا، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام كل ليلة حتى يقرأ سورة الإسراء. هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ينام كل ليلة حتى يقرأ سورة الإسراء. سورة الإسراء تستشرف المستقبل وتبشر بالنصر على الرغم، وتتحدث عن بني إسرائيل على الرغم أن مكة لم يكن بها أحد من بني إسرائيل. لماذا سورة الإسراء؟ لأن سورة الإسراء إخواني أخواتي منهاج متكامل لحياة المسلم الذي يعمل من أجل تحرير المسجد الأقصى. بعد هذه المقدمة في زماننا، هذه كانت مقدمة لوضح أن البشارات مهمة جدا بالنسبة لنا، وتزيدنا يقينا بتحقيق وعد الله وبالثقة بوعد الله تبارك وتعالى. في زماننا ماذا عن المشروع الصليب الاستعماري الغربي في منطقتنا؟ هل من مبشرات لزواله؟ يعني في الزمان الذي نحن به، نحن عندنا مع الأسف الشديد منذ أكثر من 100 عام عندنا مشروع صليبي استعماري غربي في المنطقة، هل هنالك من مبشرات بزواله؟ طبيعة الحال أنا هنا بالمقدمة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، الجزء الثاني سأتكلم به عن الوقائع، عن الوقائع في زماننا، في زماننا هذا، ولا سيما من ناحية علم العلاقات الدولية، وممكن الحديث عن البشارات كما وردت في سورة الإسراء وغيرها من الآيات في حديث آخر. لكن هنا، هل هنالك في واقعنا الذي نحياه في ظروفنا السياسية والدولية، هل هنالك مبشرات بزواله؟ في البداية قبل أن أجيب على هذا السؤال وهو محور المحاضرة، دعوني أوضح تعريفات مهمة. أنا أعمل في مجال نظريات العلاقات الدولية، ونهتم بموضوع التعريفات أو المصطلحات أو المفاهيم، لأن هذا مهم جدا في العمل. وحقيقة يعني الإمام عبد السلام ياسين من الذين اهتموا كثيرا بموضوع المصطلحات وغيرها من هذا الأمور، وهذا أيضا له حديث كبير جدا. فأنا أريد أتوقف عند 4 مصطلحات مهمة أو تعريفات مهمة. أولا
ما هو الكيان الصهيوني؟ ما هو الكيان الصهيوني؟ الكيان الصهيوني باختصار، طبعا الحال هذه التعريفات اللي سأقولها مختصرة، الكيان الصهيوني هو مشروع صليبي استعماري غربي في منطقتنا قبل أن يكون مشروعا يهوديا. خططت له ونفذته بريطانيا، وترعاه حاليا الولايات المتحدة الأمريكية والمنظومة الغربية. وهذا يمثل بالمصطلح القرآني هو حبل الناس. إذن بعد هذه المقدمة، السؤال هنا في زماننا، ماذا عن المشروع الصليبي الاستعماري الغربي في منطقتنا؟ هل هنالك من مبشرات بزواله؟ كما قلت قبل أن ينقطع البث، في البداية دعوني أوضح تعريفات مهمة، وبدأت بالتعريف الأول. ما هو الكيان الصهيوني؟ الكيان الصهيوني هو مشروع صليبي استعماري غربي في منطقتنا، خططت له ونفذته بريطانيا، وترعاه حاليا الولايات المتحدة الأمريكية والمنظومة الغربية، وهو بالمصطلح القرآني حبل الناس، لأن هنالك وعد من الله تبارك وتعالى وهنالك حبل من الناس. فحبل الناس هنا بريطانيا التي خططت ونفذت حتى أقيم هذا الكيان، وترعاه حاليا الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذا تعريف بسيط لما هو الكيان الصهيوني. التعريف الثاني، ما هي السياسة؟ ما هي السياسة؟ كثير من الناس عندما تقول لهم ما هي السياسة يقول لك هو فن الممكن، ومع الأسف الشديد فن الممكن هو تعريف ميكافيلي، عرفه ميكافيلي. يعني احنا عندما كمسلمين أو كإسلاميين عندما نقول فن الممكن، فنحن بذلك نتبنى الميكافيلية، وهذا يعني عيب علينا كثير جدا. ولاحظت كثير من السياسيين يستعملوه، أن السياسة هي فن الممكن. ولكن عند علماء الجيوبوليتكس، والجيوبوليتكس هو فرع من العلاقات الدولية، فهي فن التوقع. السياسة هي فن التوقع والإدارة والتخطيط لتغيير موازين القوى. هذه هي السياسة. السياسة هي فن التوقع والإدارة والتخطيط لتغيير موازين القوى. يعني السياسة هي فن تغيير موازين القوى وتحدي المستحيل بإذن الله تبارك وتعالى وصناعة التاريخ المستقبلي. التعريف الثالث، وهو ما هو التحرير؟ ما هو التحرير؟ يعني نحن نتكلم نعد للتحرير، ما هو التحرير؟ التحرير باختصار هو جني ثمرة الإعداد الذي يمر عبر أجيال. مرة أخرى، التحرير هو جني ثمرة الإعداد الذي يمر عبر أجيال. بمعنى يعني ماذا يعني هذا؟ أنه لا تحرير بدون إعداد. يعني إن نريد أن نحرر المسجد الأقصى والأرض المقدسة لابد أن يكون هنالك إعداد، كما حدث من الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما حدث أيضا في زمن الحروب الصليبية. التعريف الرابع والأخير، وهي مهمة جدا لأني سأبني عليها حديث الآن، وهي معادلة أو نظرية التغيير الجذري. معادلة أو نظرية التغيير الجذري في النظريات الاستراتيجية لعلم العلاقات الدولية، والتي تعني الزلزال. وتمر هذه بثلاثة مراحل: ما قبل الزلزال اللي هي بيكون هزات أرضية، ما قبل الزلزال، ثم الزلزال الفعلي، ثم ما بعد الزلزال، أي ارتدادات الزلزال. إذن في هذه النقطة الرابعة، إذن ليس أمام الأفراد، نحن كأفراد أو كجماعات، إلا أن نختار إما أن نكون فاعل أو مفعول به. في ضوء هذه النظرية، الأفراد والجماعات ليس أمامهم إلا أن يختاروا أن يكونوا فاعلا أو مفعول به. ماذا أقصد؟ أن تكون فاعلا ضمن قوة الزلزال، تكون أنت جزء من قمة قوة الزلزال، أو تكون مفعول به ضمن من سيدمرهم الزلزال. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من ضمن قوة الزلزال. إذن بعد هذه المقدمة، هنالك تقديرات بعد هذه المقدمة التي أخذت
أكثر من 50 دقيقة، والمقدمات مهمة جدا. تذكروا مقدمة ابن خلدون، يعني مقدمة ابن خلدون كأراد أن يكتب بها حتى بعد ذلك، وأصبحت المقدمة هي المشهورة. بعد هذه المقدمة هنالك تقديرات، وأنا أتمنى هنا أن تعطوني عقلكم وقلبكم وانتباهكم في هذه الحالة، أن هنا سنتكلم عن معادلات رياضية. إذن بعد هذه المقدمة هنالك تقديرات علمية بقرب زوال هذا المشروع. هذا المشروع متمثل في شقين: الكيان الصهيوني من طرف، والأنظمة العربية المرتبطة به عضويا. نقطة مهمة علينا أن ننتبه إليها. هذا المشروع الصليبي الاستعماري الغربي في منطقتنا متمثل بالكيان الصهيوني، ومتمثل بالأنظمة العربية المرتبطة به عضويا. هذه التقديرات بقرب زوال هذا المشروع المتمثل بالكيان الصهيوني وبالأنظمة العربية المرتبطة به عضويا، هذا المشروع اكتملت دورته. إذن التقديرات العلمية تقول أن هذا المشروع بشقيه اكتملت دورته ووصل إلى ذروته، وسيصل إلى نهاية صلاحيته وزواله في بضع سنين. وعقده الثامن الذي دخله في عام 2017-2018 هو تاريخ انتهاء صلاحيته. فالاحتياج الصليبي الاستعماري الغربي للكيان الصهيوني وللأنظمة العربية المرتبطة به يقدر ما بين 75 إلى 80 سنة فقط. وهنا أذكركم بنظرية ابن خلدون في نشأة وانهيار الأمم. البعض قد تكون نشأة وانهيار تأخذ مدة طويلة، كالدولة العثمانية على سبيل المثال زادت على 600 عام. دولة نابليون أيضا كانت فترة قصيرة جدا. هذا العدو الصهيوني، المشروع الاستعماري بشقي الكيان الصهيوني والأنظمة العربية المرتبطة به، التقديرات العلمية كما سأوضح بعد قليل تقدر ما بين 75 إلى 80 سنة فقط. دعوني، اسمحوا لي، بدكم تصبروا علي شوية وتتحملوني، دعوني أوضح هذه المعادلة. الحروب العالمية واحتياجاتها وما ينتج عنها من توازنات وأنظمة دولية جديدة لها علاقة مباشرة بتأسيس المشروع الصليبي الاستعماري الغربي وزواله. وضحنا فلان، وضحنا هذا كلام يعني عام، نريد نوضح. قبل أن أدخل بالأرقام نعود تاريخيا حتى نوضح كيف نشأ هذا المشروع. تاريخيا أولى ثمرات المشروع البريطاني الذي بدأت خطواته التمهيدية من 1800، لاحظوا الغرب يخطط لإنشاء هذا المشروع الاستعماري الغربي من 1800. فأول ثمرة من ثمرات هذا المشروع البريطاني كانت مرتبطة مباشرة بالحرب العالمية الأولى التي وقعت من عام 1914 إلى عام 1918. فمع اقتراب نهاية الحرب ماذا فعل؟ الحكومة البريطانية أصدرت تصريح بالفور، أو ما يعرف بوعد بالفور، في 2/11/1917، وقامت بعده بالاحتلال العسكري عندما دخل الجنرال الليمبي إلى المدينة المقدسة، وكان يسبقه جيش الشريف حسين ابن علي الذي قاد ما يسمى بالثورة العربية الكبرى. إذن أصدرت الحكومة البريطانية الوعد، ثم قامت بالاحتلال العسكري للأرض التي ستنفذ عليها الوعد. يعني هي أعطت الوعد بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وقامت في شهر 12 من عام 1917 باحتلال المدينة المقدسة وباحتلال بقية فلسطين التي ستنفذ عليها الوعد. هذه أول نتيجة أو أول ثمرة
للحرب العالمية، نهاية الحرب العالمية، مع اقتراب نهاية الحرب العالمية، لأنه لم تكن في عام 1917، استمرت إلى عام 1918 الحرب العالمية الأولى. النتيجة الثانية، بعد نهاية الحرب، بعد نهاية الحرب تم الإعلان، وأريد تنتبهوا معي هنا، بعد إعلان نهاية الحرب تم الإعلان عن تأسيس إمارة شرق الأردن في عام 1921 كمكافأة لأبناء الشريف حسين بن علي، ووضعوا عبد الله بن الحسين في عام 1921 أميرا عليه، وهذا كان قرار من تشيرشل في مؤتمر لندن، كنا في مؤتمر القاهرة معذرة، بتأسيس إمارة شرق الأردن. لماذا؟ ليتولى مهمة وظيفية. ما هي هذه المهمة الوظيفية؟ عند قيام الكيان الصهيوني الشق الثاني من هذا المشروع الاستعماري الغربي، تقوم بحمايته. إذن هذا بالنسبة للحرب العالمية الأولى. نأتي الآن إلى الحرب العالمية الثانية. الإعلان الرسمي عن تأسيس في نهاية الحرب العالمية الثانية، الإعلان الرسمي عن تأسيس مملكة ودولة، لاحظوا معي، في نهاية الحرب، هذا في نهاية الحرب العالمية الأولى. الآن في نهاية الحرب العالمية الثانية تم الإعلان الرسمي عن تأسيس مملكة ودولة. المملكة وهي تحويل إمارة شرق الأردن إلى المملكة الأردنية الهاشمية في 25/5/1946. الدولة تأسيس الكيان الصهيوني، أو إعلان كيان الصهيوني في 14/5/1948. أكرر هذين التاريخين، تحويل الإمارة إلى مملكة في 25/5/1946، تأسيس الكيان الصهيوني في 14/5/1948. لاحظوا معنا الترتيبات لأن هذه المملكة وهذه الإمارة ثم المملكة لتقوم بمهمتها الوظيفية. بعدها بسنتين تم إنشاء الكيان الصهيوني، وهذه ملاحظة لابد أن ننتبه إليها. السؤال، تكلمنا نحن عن الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، لأن نتكلم عن المستقبل. السؤال هنا، هل تشهد الحرب الكونية القادمة، والحرب الكونية القادمة قادمة لا محالة، كل أساتذة العلاقات الدولية وكل الذين يعملون في الدراسات المستقبلية يتوقعوا حدوث هذه الحرب الكونية القادمة. فالسؤال هنا، هل تشهد الحرب الكونية القادمة زوال هذا الكيان الصهيوني، ويتزامن مع هذا الزوال، يتزامن أو يسبقه، نهاية النظام الأردني، نظام الشريف حسين بن علي المرتبط بالكيان الصهيوني عضويا، وزوال العديد من الأنظمة العربية المرتبطة بالمشروع الاستعماري الغربي؟ وهذا يؤكد أنه لا مجال لإصلاح جميع الأنظمة العربية لسببين. السبب الأول، لارتباطها جميع الأنظمة العربية الموجودة، 22 دولة بما فيها السلطة الوطنية الفلسطينية، جميعها مرتبطة عضويا بالمشروع الصليبي الاستعماري الغربي الذي استعمرنا. هذا السبب الأول. والسبب الثاني، فشل كل تجارب الإصلاح لهذه الأنظمة. لنا 100 سنة هنالك جماعات تسعى لإصلاح الأنظمة، سواء في المغرب، سواء في الأردن، سواء في مصر، سواء في غيرها، ولاحظنا الفشل لجميع المشاريع التي تمت من أجل إصلاح هذه الأنظمة. إذن هل هذه الأنظمة وهذا الكيان سيتم زوالهم نتيجة للحرب العالمية القادمة؟ طبيعة الحال تكلمت على النظام الأردني، وأيضا بعض الدول أو الدويلات العربية، ولا سيما ما أسميه دويلات القبيلة العربية المعاصرة، أو ما أسمى الأستاذ الدكتور عبد الله النفيسي التنظيم الصحراوي للسلطة، التنظيم الصحراوي للسلطة. إذن السؤال، هل تشهد الحرب الكونية القادمة زوال هذه الأنظمة المرتبطة بالمشروع، الأنظمة العربية المرتبطة، وزوال الكيان الصهيوني؟
هذا السؤال الأول. السؤال التوضيح هذا سيسبق الحرب الكونية، سيسبق الحرب الكونية القادمة أزمة اقتصادية عالمية. هذا الكلام أيضا الاقتصاديين يتكلموا عنه منذ مدة. يسبق الحرب الكونية القادمة أزمة اقتصادية عالمية. نتيجة لماذا؟ نتيجة للركود والكساد الاقتصادي العالمي المتسارع. هذا نلاحظه بشكل واضح وكبير جدا ومتسارع جدا، موضوع الكساد الذي سيؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي بسبب تطورات إقليمية ودولية، بما فيها جائحة كورونا، وما سببته من ركود، ما سببته من كساد يؤدي إلى ركود اقتصادي. إذن نتيجة لهذه الأزمة الاقتصادية العالمية، هنا أريد أن تنتبهوا مرة أخرى، نتيجة لهذه الأزمة الاقتصادية العالمية سيصبح الكيان الصهيوني عبئا اقتصاديا كبيرا على أمريكا والمنظومة الغربية. أكرر مرة أخرى، نتيجة لهذه الأزمة الاقتصادية العالمية سيصبح الكيان الصهيوني عبئا اقتصاديا كبيرا على الولايات المتحدة الأمريكية والمنظومة الغربية، التي لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية والعسكرية الاستراتيجية لهذا الكيان الصهيوني. مرة أخرى، سيصبح هذا الكيان الصهيوني، أنا أكرر لأنه كلما دخل أحد يعمل صوته بالتالي ينقطع الصوت عندكم أو يؤثر عليه. الأزمة الاقتصادية العالمية، نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية المتوقعة والتي بدأت تظهر في الكساد والتي ستؤدي إلى الركود قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، سيصبح الكيان الصهيوني عبئاً اقتصادياً كبيراً على أمريكا والمنظومة الغربية التي لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية والعسكرية لهذا الكيان الصهيوني. هذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية عن الحرب الكونية التي ستنتج بعد ذلك، الحرب الكونية المتوقعة ستغير الخارطة الجيوبوليتيكية للعالم وستؤدي إلى توازنات جديدة، نظام دولي جديد، ظهور قوى محلية وإقليمية جديدة، وستبرز معادلات إقليمية ودولية جديدة ستؤدي في مجملها الأزمة الاقتصادية والحرب الكونية ستؤدي في مجملها كلاهما الأزمة الاقتصادية والحرب الكونية، هذه نتيجة مهمة، إلى نهاية حاجة المنظومة الغربية إلى الكيان الصهيوني والأنظمة العربية المرتبطة بها التي سعت في 100 سنة الماضية لتحقيق مصالحها الاستراتيجية في منطقتنا. تأملوا معي النكبات التي مرت بها الأمة في 100 سنة الماضية. هنا نتكلم في معادلات رياضية في الشق الأخير من هذه المحاضرة. النكبة الأولى حدثت في عام 1917، توجت بريطانيا الاستعمارية جهودها السابقة التي بدأتها كدولة. نحن تكلمنا في 1800 بدأتها بريطانيا من خلال مؤسساتها الدينية، ولكن كدولة بريطانيا بدأت جهودها في تأسيس الدولة العازل في عام 1840. توجت بريطانيا جهودها السابقة التي بدأتها كدولة في عام 1840 أولا من خلال إصدار تصريح الحكومة البريطانية اللي عرف بوعد بلفور، ثم قامت باحتلال الأرض التي ستنشئ عليها الوطن القومي لليهود في فلسطين، ثم فصلت هذه الأرض فلسطين، ثم فصلتها عن بقية بلاد الشام ورسمت حدودها بالاتفاق مع فرنسا. لاحظوا معي، مخطط واضح، بدأت في عام 1840 كدولة، في عام 1917 أصدرت وعد بلفور، نهاية 17-18 قامت باحتلال الأرض
التي ستنشئ عليها الوطن القومي فصلت فلسطين. فلسطين كانت في نهاية في الدولة العثمانية جزء من بلاد الشام، فصلت فلسطين عن بقية بلاد الشام وجزأت بلاد الشام إلى أربعة أجزاء ورسمت حدود. من الذي رسم الحدود التي الآن نقدسها لفلسطين؟ من الذي رسم الحدود؟ الذي رسم الحدود فرنسا ومعادلات أخرى، ورسمت حدودها بالاتفاق مع فرنسا. فكانت بريطانيا أصل البلاء والداء ورأس الأفعى بعبارة الشهيد الشيخ عز الدين القسام ابن جبلة على الساحل السوري رحمة الله عليه. هذه النكبة الأولى في عام 1917. النكبة الثانية في عام 1947-1948 بعد 30 سنة من النكبة الأولى، بريطانيا توجت جهودها بتوفير مقومات الدولة لإنشاء أي دولة. نحن نتكلم عن 3 عناصر: الأرض من خلال الاستيلاء عليها والقوانين الظالمة وإعطائها للصهاينة، الشعب الشق الثاني الشعب، ومن خلال الهجرة اليهودية ومن خلال توفير مقومات السياسية. بعد أن وفرت بريطانيا كل هذه المقومات لإقامة الدولة اليهودية أحالت القضية للأمم المتحدة، والأمم المتحدة الجمعية العامة قررت تقسيم فلسطين. والنتيجة لذلك أنه احتل أكثر من 3/4 مساحة فلسطين التي حددت حدودها فرنسا، بمعنى 20,700 كيلو متر مربع، أي 77% من مساحة فلسطين الانتدابية التي رسمت حدودها بريطانيا، بما في ذلك 85.4% من مساحة المدينة المقدسة. النكبة الثالثة، احنا تكلمنا الآن النكبة الأولى 1917، النكبة الثانية 47-48 أي بعد 30 سنة من النكبة الأولى، النكبة الثالثة عام 1967، بعد 20 سنة من النكبة الأولى حسبي الله ونعم الوكيل. وكانت حقيقة مسرحية النكبة في عام 1967 أو حرب 67. احتلت بقية فلسطين ضمن الحدود التي رسمتها وضعتها بريطانيا، وبقية المدينة المقدسة وما يعرف بالقدس الشرقية مساحتها 14.6% بما فيها المسجد الأقصى المبارك، وقع تحت الاحتلال الصهيوني. في البداية كان في 1917 كان تحت الاحتلال البريطاني، إضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة أي بقية فلسطين، شبه جزيرة سيناء والجزر السعودية، جزيرة صنافير وتيران والجولان. وبدأ، وهنا ملاحظة مهمة إخواني أخواتي، بدأ الكيان الصهيوني يظهر كقوة إقليمية في المنطقة. يعني قبل عام 67 لم يكن قوة إقليمية، لأنه كان حسب نظرية ابن خلدون في الصعود. في عام 67 وصل إلى أقصى مراحله. بعد 20 سنة من النكبة الثالثة في عام 67 بدأ، وأنا ملاحظ تنتبهوا لي، بدأ العد التنازلي لهذا المشروع واكتمال دورته. بدأ العد التنازلي من عام بعد 20 سنة في عام 1987، لأنه بدأت مرحلة جديدة باندلاع الانتفاضة الأولى المباركة في الأرض المقدسة، وبدأ سريان روح إسلامية جديدة في الأرض المقدسة تبعتها أحداث متلاحقة بني بعضها على بعض. كان أهل فلسطين من عام 1987 بالروح الإسلامية هذه، كان أهل فلسطين رأس الحربة الذي أبقى شعلة الجهاد متقدة حتى بدأت الموجة الأولى من النهضة في المنطقة، وما يسمى بالربيع العربي، نهاية عام 2010 وبداية 2011، وبزغت بعض المبشرات والإرهاصات. وبدأنا نشهد، لاحظوا معي الآن، بدأنا نشهد من عام 2017-2018 أحداثاً، هذه مهمة جداً لاستشراف المستقبل الآن إخواني بعد ما تكلمنا عن التاريخ والحاضر. من عام 2017-2018 بدأنا نشهد
أحداثا مجلجلة متصاعدة تمهد للزلزال، تمهد للزلزال وتتصاعد وتيرتها سنة بعد أخرى، بل بالعكس تشتد سنة بعد أخرى حتى تصل إلى ذروتها بحدوث الزلزال. أعطيكم بعض الأحداث. في عام 2017 من أهم الأحداث التي حدثت متصاعدة مقاطعة وحصار قطر من السعودية والإمارات والبحرين ومصر الذين يمثلون الثورة المضادة للتحرر في المنطقة العربية. في ذلك العام أيضا تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية. في نفس العام اعتقال محمد بن سلمان للأمراء من العائلة الحاكمة. في نفس العام مقتل علي عبد الله صالح في اليمن اللي كان رئيس اليمن. في نهاية ذلك العام 2017 قرار ترامب بجعل القدس العاصمة الأبدية للشعب اليهودي، مش لإسرائيل، للشعب اليهودي. من أهم الأحداث في عام 2018 في بداية دخول الجيش التركي إلى الشمال السوري. في مايو في شهر 5 من عام 2018 نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. في شهر 10 من 2018 مقتل جمال خاشقجي وفضيحة النظام في السفارة السعودية في إسطنبول وفضيحة النظام السعودي. في نهاية عام 2018 بداية الحراك في السودان. أنا فقط آتي إلى بعض المحطات. في من أحداث 2019 في شهر 2 بداية الحراك في شهر 2 عام 2019 بداية الحراك في الجزائر. في 25/3/2019 ترامب يعترف بالسيادة الصهيونية على الجولان، مع أنه محتل ولكنه اعترف بالسيادة الصهيونية على الجولان. في 17/6/2019 وفاة أول رئيس مدني منتخب في مصر بعد الثورة، وفاة الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي في سجنه، بل اغتياله في سجنه رحمة الله عليه. في أكتوبر من عام 2019 بداية الحراك في العراق وفي لبنان. أحداث 2020، معذرة أن نمر سريعا، أحداث 2020 في 3/1 اغتيال قاسم سليماني المسؤول عن المجازر لأهلنا في سوريا، والذي كان ينفذ كل المخططات الإيرانية الصفوية سواء في لبنان أو في لبنان أو في سوريا أو في العراق أو في اليمن. في 11/1 أول حالة وفاة في الصين بسبب كورونا. في 31/1/2020 انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي فعليا. 28/1/2020 الإعلان عن صفقة القرن، اتفاقية ترامب نتنياهو. في 21/3/2020 تحول وباء كورونا إلى جائحة. والآن ما يجري حاليا في أمريكا، ما يجري حاليا في أمريكا وأنتم تتابعوه، وأيضا ما يحدث في ليبيا وما سيحدث من فرض السيادة، فرض السيادة لأن الأرض محتلة، فرض السيادة في الضفة الغربية المحتلة. خلاصة أطلت عليكم. إذن الزلزال القادم، عفوا قبل أن أصل إلى الخلاصة، إذا ما جرى في المنطقة العربية، ما يسمى بالربيع العربي وأنا أسميه النهضة العربية أو الموجة الأولى من النهضة العربية، ما جرى منذ عام 2010 من تكالب الأمم جميعها كما قال ورد في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، تكالبوا علينا كما تتكالب الأكل على قصعتها، من تكالب الأمم علينا وجميع القوى المحلية والإقليمية والدولية بكل طاقاتها وقواتها. لماذا؟ الله أكبر، لمنع مسيرة التحرير أو التحرر من الاستبداد والاستعباد والفساد والتبعية وانطلاق النهضة، ولا سيما في مصر وسوريا والعراق واليمن وليبيا، وبشكل خاص مصر، لأن مصر جيوبوليتيكيا هي مركز القوة الحقيقية في المنطقة العربية. ما هو كل هذا الذي يجري من عام 2010؟ ما هو إلا تمحيص وتمايز ومخاض شديد من أجل ما هو إلا تمحيص وتمايز ومخاض شديد من أجل خلاص حقيقي للأمة وميلاد جديد لها
وهو حراك طبيعي لإعدادهم لدورهم المستقبلي. الخلاصة، إذا الزلزال القادم الذي سيقع بإذن الله تعالى في بضع سنين، ماذا سينتج عنه؟ هذا الزلزال سيعيد رسم الخارطة السياسية والجيوبوليتيكية لمنطقتنا خلال العقد الثاني والثالث من القرن الواحد والعشرين. وفي خلال هذه الفترة سيختفي الكيان الصهيوني، وستختفي بعض الدول الدويلات والأنظمة العربية من الخارطة السياسية، وستنعم دول المركز بالاستقرار، وسيبرز المسلمون وسيبرز أهل الإسلام كقوة حقيقية ولاعب مؤثر على الساحة الدولية. والبشارة هنا من بيت المقدس، بعد هذا التحرير، بعد هذا التحرير من بيت المقدس سينطلق الانبعاث الإسلامي العالم الثاني والفتح الإسلامي العالم القادم، وستشرق شمس الإسلام والرحمة على العالمين. فهذا وعد الله، هذا وعد الله وبشارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ورد في قوله تبارك وتعالى في سورة الروم: لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله، لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وموعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى في صلاة الفتح، إخواني وأخواتي، في صلاة الفتح في المسجد الأقصى المبارك في بضع سنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.